قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير والصحة والعافية عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة اللي راح نزف بيها أول خبر تتناقله كل القنوات العربية وقنوات اليوتيوب والتيك توك على قول ذاك. لأول مرة في تاريخ العرب، العرب يتحدون لأول مرة في تاريخ العرب. هنا وصلني بيان، طبعا القنوات ما نقلتها لأن كان في أمور سياسية وسرية ما أرادوا الإعلان عنها، بس أنا وصلني نص من هذا القرارات يعني الحكيمة لقادتنا العرب والإسلام وقادة الإسلام والمسلمين وجميع القادة العرب اللي اشتركوا في قمة في منتصف الليل يوم أمس واجتمعوا على القرارات التالية. أتمنى يكون ما نسيتن لأن كنت دا أقراهن وأنا ما أحب أطلع بورقة وأقرأ وكذا. لأول مرة في تاريخ الأمة العربية، هذه الأمة اللي تناحرت وتحاربت وكان الأخ يحفر الأخو وصارت حروب بيناتهم، لأول مرة غزة تجمعهم وفلسطين تجمعهم على كلمة الحق. اجتمع قادة العرب والمسلمين يوم أمس، وإن شاء الله راح نقول لكم أول ما دخلوا كانوا الحراس واللي تخدم القادة كانوا يوزعون عليهم بعض المواد على مود لما يدخلون في القمة العربية يستعملوها في هتافاتهم لغزة وأهل غزة. كان هذا الاجتماع أول اجتماع عربي إسلامي في إحدى الدول مريد نقولها حفاظا على سلامة قادة العرب اللي فعلا مشوا في خطوة لأول مرة يخطوها العرب في تاريخهم. نسوا الحقد ونسوا الكراهية اللي بينهم وتوحدوا على كلمة غزة تجمعنا، والحمد لله والشكر وصلوا إلى بيانات مهمة راح يتم تطبيقها بعد منتصف هذا الليل، وأول إيعاز تم إيعازه إلى مفتي الأزهر ومفتي مكة المكرمة وإلى جميع الجوامع حول العالم وبالتحديد الدول العربية بصلاة الصبح جماعة وإعلان حالة الجهاد في الوطن العربي والإسلامي. هذا الخبر اللي إن شاء الله يتحقق بعد 12 هذه الليلة، وقادة العرب اتفقوا بأنه لأول مرة اعتبروا إيران دولة مسلمة، وإيران ما حضرت في وفد ولكن كانت شاشة أمامهم وجها لوجه مع الإمام الكبير العظيم علي خامنئي اللي حضر جيش القدس وحضر جماعة المقاومة وكل الأشياء اللي تخص تحرير القدس وتحرير غزة تواجدت في هذا الاجتماع. فإن شاء الله الدول العربية راح تكسر الحدود، والأردن سوف يفتح الحدود للدخول إلى إسرائيل، ومصر
قررت فتح الحدود، وسوريا فتح الحدود، والعراق راح يدخل، والدول الخليجية قالوا للدول العربية منا المال ومنكم العيال. فقبل ما يدخلون القادة العرب كانوا القادة واجتماعاتهم السرية في غرف لإطلاع قادة هذه الأمة، اللي فعلا أنا كنت من أقرأ البيان أجهش بالبكاء على التماسك والتلاحم اللي صار بين هذه الأمة. وتعرفون القادة الحمد لله والشكر، كل قادة العرب من يطلعون بالملابس العسكرية، الميداليات والأنواط والشغلات اللي تحيط صدورهم والبراقة، وهم عركة بالشارع ما متعاركين، يعني المهم هم يعني أبطال ومناضلين. وهذه الأنواط تدل على شجاعتهم وتدل على البطولات اللي قاموا فيها والحروب اللي شاركوا بيها. وكل قادة العرب أنا شفتهم من يلبسون عسكري، الميداليات يعني من الصدر نازلة لحد الحزام، وجوا الحزام حاطين غير شغلات من المعارك اللي خاضوها بالمدرسة براس الشارع لما واحد يتحارش بوحده، فكل شيء ياخذون عليه نوط. فاجتمعوا القادة وقرروا بأنه تفتح جميع المعابر، والفتاوي في من مكة ومن جميع العواصم العربية في صلاة الصبح إن شاء الله وإعلان الجهاد، وكل الخدم والحرس اللي كانوا على أبواب الاجتماع كانوا يوزعون لكل قائد عربي يدخل هذا الاجتماع هذا الموز، وطبعا هذا أورجانيك يعني طبيعي، حتى القادة العرب من يتناحرون يصيحون الموز لإسرائيل الموز لأمريكا. فإن شاء الله اتفقوا آخر اتفاق بغلق جميع السفارات الإسرائيلية اللي مفتوحة في دولهم، وإنزال العلم الإسرائيلي ويصعدون العلم الفلسطيني، وسحب جميع السفراء من إسرائيل إلى دولهم، وإعلان حالة الجهاد الموز موز لإسرائيل. واتفقوا أيضا على جيوشهم تتهيأ وتتحضر بنقل كل المعدات اللي يحتاجوها الغزاويين واللي يحتاجوها في معاركهم للانتصار على الصهيونية العالمية. حصلت على نسخة من المساعدات اللي إن شاء الله منصورين أهل غزة بهذه المساعدات اللي راح تدمر كل بيوت الصهاينة والمستوطنات وكل الدرنفيسات المقابلهم. ونقدم لكم هذه أول حامل الطائرات، هذه طبعا يستخدموها في تفليش المستوطنات. هذا ابن صدام قال أنا هذا نسخة وصلته، فقادة العرب راح يودون هذه المجسمات يهددون بها العدو الصهيوني اللي قسما بالله لا يمسحوها مسح. يعني هذا مو إنجاز، قادة العرب ديدزون هذه الأسلحة وجيوشهم ديوز هذا طابين. هسه قادة العرب نزلوا بالمطار ويصيحون الموز لإسرائيل الموز لأمريكا، وقسما بالله إلا شو اسمه هو نفسه. فالحمد لله والشكر اتفقوا العرب على نصرة أهلهم في فلسطين ونصرة أهلهم في تل أبيب قصدي في القدس،
والحمد لله والشكر شفت سفراء العرب وانسحاباتهم المتتالية من إسرائيل ولا واحد بقى. الله شاهد كلهم قالوا نحن مع القضية الفلسطينية. أما التنديدات والتمديدات قصدي والتهديدات فكانت بحيث القاعة رجت من الحماس الدرنفيسي، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، هذا البطل كان يجهش بالبكاء، بس الله شاهد. أنا قبل ما أنسى أريد أسمعكم تسجيل وصلني لمحمود عباس في عام يعني ما قبل يعني سنتين، راح يجدي من الدول قصدي راح يطلب مساعدات، هو ما يجدي الله شاهد، هو إنسان يحب وطنه وفلسطين أولا، وسوون لايكات وشير لأن شغلة الحمزة اشتغلت، قاموا واشتغلوا التبليغات، فاللي ما مسوي لايك يسوي لك، واللي ما مسوي شقلبان يسوي شقلبان، الله شاهد على مود العراق. فقبل ما أنسى أريد أسمعكم تسجيل لمحمود عباس وحرصه على فلسطين وأهل فلسطين والأخلاق اللي يتمتع بيها هذا القائد العربي اللي ما يختلف نهائيا عن أي قائد عربي مسلم في أمتنا العربية الدرنفيسية الإسلامية اللي هي الله شاهد على مود فلسطين. ولهذا أحب تنظفون إذانكم، وأحب من هذا المنبر أن أسمعكم الجزء الدرنفيسي للأخ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اللي فعلا من حبه في فلسطين لما راح قبل عام 2021 يستجدي قصدي يعني يطلب المساعدة لدعم فلسطين، ورجع ما نطي يمكن كم مليون فما راضي، فكان اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح. تعرفون حركة فتح يعني الله شاهد، انتوا بس لو شوية تصفون النية وتعرفون فتح يعني حركة، هي مو رقم 7 مال الفتح، بس انتم نياتكم مو صافية الله شاهد. فنظف حبيبي اذنك واستمع الى القائد العربي محمود عباس رضي الله عنه، هذا القائد الفتح في اجتماع عام 2021 وكان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. فنسمع اخلاق القائد اللي يعني أخلاقه ما تختلف عن كل قادة العرب بالإيمان والإصلاح والمطالبة بحقوق الفلسطينيين. يلا عيني تفضلوا. شو؟ اسمع. ده يقول له أكو حفل للحزب الشيوعي الصيني. ده يقول له الاحتفالية المئوية للحزب الشيوعي الصين. محمود عباس رضي الله عنه بأخلاقه قال لك أخذ الصين على هذه، فخلي نكمل يعني أخلاقه حلوة الله شاهد. محيط على أخت روسيا، على أخت روسيا، شوفوا القيادة، هاي القيادة. اسمع، على أخت أمريكا، على أخت أمريكا، اسمع يعني على أخت كل العرب، يعني شايفين هي هذه القيادة. القيادة لما تتحمس وهذه الكلمات اللي فعلا نابعة من مصارين قلبه. ها ما سمعتوها، تريد تسمع مرة ثانية؟ تفضل هاك. هلا على أخت روسيا، على أخت أمريكا، ايه؟ على أخت كل العرب. يلا مالك يا زلمة، يعني عم في ديسبورد، مالك يا زلمة، ما في مصاري،
ايه على اخت العرب، ما في مصاري، الصين ما اعطونا، العرب ما اعطونا، ولاد وين يرحون، فللهم كذا، حماس وين تطي وجهها، احنا حركة فتح فاتحين اليد تاج. يعني تعرفون حركة فتح من ياسر عرفات ولحد محمود عباس، تعرفون الأموال اللي استلمتها للدفاع، للدفاع عن فلسطين وبناء فلسطين، ايش قد تبني فلسطين زائد سوريا زائد الأردن زائد العراق والدول المحيطة بهم، وين صارت؟ الله شاهد هذا المسكين البطل اللي ضحى بعمره، ياسر عرفات، ياسر عرفات اللي هو ملك البوس بالعالم، يعني وين ما يروح بس يبوس همزين، أنا يعني ما باسني، ملك البوس بالعالم، يعني من مات ايش لقوا عنده 73 مليار دولار، وشنو يعني؟ هذه مجرد مزات، يعني شغلات موجودة هنا وهنا، سهى زوجته مليون دولار من السلطة الفلسطينية شهرين تروح إلى فرنسا. محمود عباس، أنا رحت إلى فلسطين وزرتهم، وكانوا يقولوا لي دا تشوف هذا حائط اللي مبنى، هذا الحائط العازل، اللي مسؤول بالشركة واللي تقاسم أموال هذا الحائط، ويقول لك زين هذا الحائط انبنى عن طريق شريك ثالث هو أخو محمود عباس، يعني ديبني حائط لحماية إسرائيل وهو أخو رئيس السلطة الفلسطينية. فيعني حتى تعرفون هذول قادتنا، قادتنا الأبطال، قادتنا اللي ضحون بأنفسهم من أجل فلسطين ومن أجل الأمة العربية زين، والموز لإسرائيل وفلسطين وكل الموز للكل، الله شاهد كله على مود القدس. من 79 من إجا الخميني الدجال يصيح القدس وبنى جيش القدس وسوى جيش القدس، وفي حياته ما استخدم هذا الجيش إلا لأسقاط الدول العربية، وكل ما تحكي وياه تقول له حبيبي ترى القدس منا، يقول لك لا القدس عبر بغداد وكربلاء، تقول له القدس منا يقول لك لا عبر دمشق والسيدة زينب، يابا القدس ترى منا، لا يقول لك عبر صنعاء وعبر بيروت وعبر مكة، يعني البوصلة تعرفون العرق اللي شربه سادة وبالصيف البوصلة تضيع عنده، فكان الإمام الخميني يشرب عرق بالصيف والشمس تضرب على رأسه فيقوم يطلع من شسمه وحط بحلقه، يا معودين ترى القدس منا ماكو، يا بستخدم جيش القدس، يقول لك لا ما نستخدمه، ليش يا با؟ يقول لك والله منقص دهن، لك يا با الجيش شنو منقص دهن؟ لا مو مشكلة، المهم الدول العربية تسقط. فيقول لك أنا ذاك اليوم في البث الأخير، تعرفون الهجمة اللي صارت على قناتي لأن أني أتكلم مع العقلاء، مدى أتكلم بعواطف، أنا أتكلم بعقل وأفكر لما أنا أشيل جلاس مثلا أرقعه بلقى أعرف راح يتكسر، فأني ليش أسوي هذا الشيء؟ فأنا من أتكلم دا أتكلم عن طريق بحوث دراسات، من اللي دا يسوي ومن اللي دا يفعل، وشون أنتو الله ينصره الغزة، ما قايل شيء، أنا مو ضد هذا، بس أنا دا أتكلم شيء واقعي، أنتو هاي صارت كم يوم لليوم غزة هجموها، يعني طلقت لك صاروخ هنا وألف صاروخ وألفين صاروخ وخمسة آلاف صاروخ، بعدين مين راح تجيب؟ صار عندك حصار كامل. في حديث للسيد حسن
زلان طاح يقول احنا مستعدين نضرب تل أبيب ونضرب ما اعرف شنو ونضرب هذه ونضرب بلبول نتنياهو. زين على شنو تنتظرون مثلا؟ ها ينمسحون الفلسطينيين والغزة وبعدين انت تفكرون. زين احلى شيء احلى شيء احلى شيء من يقولون احنا مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية أمة، مو قضية الفلسطيني وحده. القدس هي للمسلمين، لليهود، للمسيحيين، للديانات السماوية نزلت. زين لما أنا أتكلم أطلع عميل وبعدين يقول لك أنت احنا كنا نحترمك وإحنا كنا نتصور أنت عروبي. الحمد لله أنا مو عروبي، أنا كردي، أنا جدي صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس. ها ما شفنا واحد عربي، ما شفت واحد عربي راح حرر القدس. كردي جدي لابس قهوة كردية وراح حرر القدس. وأهل العقول والأفندية والعرب ماكو يعني. زين لما تكلمت قلت لهم يا معودين أكو واحد يجي ركض على حائط كونكريت عرضه 7 أمتار، يجي ركض وينطح راسه بالحائط يريد يفلش، هذا دماغسس لو مو دماغسس، هذا واحد عنده عقل لو ما عنده عقل. خلنا نقلب الخارط عليكم، اللي يقول عنده عقل يكتب واحد، واللي يقول ما عنده عقل يكتب 2. وصدق الله العظيم. علي شعب شارب نفط، انتوا تعرفون قلت لكم اسرائيل دولة هالقدوتها، اها هالقدوتها، بس كل دول العالم واعلام العالم وياه. انت شفتوا استعمال الاعلام هذه الايام الثلاثة اللي مضت شلون، بحيث طلعت وزيرة الداخلية البريطانية وهي طبعا غرقانة بس ما تعرف شو تسوي، تقول اللي يهتف وكذا وعلم فلسطيني وما اعرف شنو ينحجز حسب المادة في 2000 وكذا إلى حد 14 سنة. أنا أقول لها لوزيرة الداخلية اللي أنا في بلدها هسه انشبي، ها انشبي وزيرة الداخلية، وهذا الرمح ما جدي أخليش تقعدين عليه، يا الهندية يا بتسير النعل. في قانون بريطانيا ماكو شيء اسمه ممنوع، ما طول أنت في حالة سلم وحالة سلمية ارفع علم يهود، ارفع ياهم علم إسرائيل، ارفع علم فلسطين، ما حد يقول لك ليش، ما حد يقول لك ليش. فأنت يا وزيرة الداخلية بال44 عود لا تعطيني الجنسية، حطيها بالمثلث مالك ما أريده. ها يلا روحي هندية بنت الهندي، أنت تروحي سوي لك مرقة بهارات، سوي لك تشيكن مزلة، هزي راسك، جابك على هالسوالف أنت وفلسطين كجا مرحبا. ها وهذا لا هالمرة هذا الهندي رئيس وزرائنا رايح للك لينست هنا اليهودي وحاط له هامات اليهود وكل ساعة واقعة من راسه وما يعرفون شو يسوون. هذا حزب النعالات حشاكم الحاكم هنا المحافظين، هم ما محافظين على مؤخراتهم يسموه حزب المحافظين، موالين حالهم حال جماعة السطل وجماعة المقاولة والمماتعة، حيرين خسرانين بالمدى يعرفون شو يسوون، بس على مود الانتخابات ينقلب يهودي ينقلب ما اعرف شنو شي ينقلب بس المهم ينجحون. انا ارفع علم فلسطين واختك على اخت وزارة الداخلية ماتك، وفلسطين قضية امه مو قضية اختك الهندية ام الاشا اشا. روح بابا روح فتحي لك محل مال بهارات مال خضروات تجابش علينا.
بعلي رجعش بال44. انت تعرفين علي ولو انت هندية ما تعرفين، عندكم 17,000 ربع عندكم شحرق منه. المهم فقادة العرب ما شاء الله عليهم كلهم اقصى حد عندهم صار نحاول التهدئة، نحن نندد. طبعا هذا التنديد من 73 لليوم، ينددون ويمددون. يعني أنا شفت فيديو لسفير الإمارات في إسرائيل المحتلة. وعلي أنا راح أتخبل وحق الحمزة أبو حزامين، زين يعني أنا هذا العالم صدق خبلني. يعني أنا ما شايف دولة تقول عني إسلامية وتروح تقعد يوم حاخام تصير صهيوني أكثر من الصهيونية. يعني واحد البارحة إسرائيلي صهيوني يقول عندنا قادة عرب أصدقائنا هم صهاينة، يقول أكثر من عندي. هو صهيوني ده يقول هم صهاينة أكثر من عندي. زين أريد أسأل سؤال إلى جماعة المقاولة والمماتعة في العراق اللي من 2003 احنا مقاومة واحنا ما عرف شنو واحنا كذا. أريد أسألهم هذا السؤال، أنتوا سويتوا شقلبان ويا الشعب العراقي باسم القدس وباسم المقاولة والمماتعة، زين هسه هذه القدس، زين هسه هذه قضية فلسطين، وده تشوفون اللي ده يصير بيكم. زين انتو تعال، انت صدق تيس الخزعلي، انت مو ذيك المرة رحت يم حدود اللبنانية ودقيت سيلفي، والله انا دخلت وجيت وهذه وصاير لي عنتر بن شداد. زين مو هذه هسه، يلا يلا دروحوا، ها يلا هذا بعد وينه. زين انت سؤال الى المضجع الاعلى، المضجع الاعلى اللي ناج ام العراق بي صمام الامان. زين من سوى فسوه الجهاد الوقافي الكفائي قصدي، على مود يطرعون دواعش وهذه. زين هسه اذا نساله نقول له ليش متسوي فسوة، يعني فسوة أي شيء أي شيء، إذا ما عندك اسمه ما عندك غازات نوكلك باقلة ولبلبي ويصير عندك فسو أخذ كذب. زين شنو الفسوة ماتك عن القدس؟ الفسوة ماتش قال أني حفظ الله القدس وحفظ الله القدسيين وخلص، لا شفنا ندد ولا مدد ولا قاعد سوى درنفيس. وانا عندي درنفيس، هو ايش باقي بيصير نفط صار له سنوات، بس دول المطايا شو نسوي. زين يابا انتم مو مقاوله ومماتعه، ويطلع لك هادي العامري البطل المقاتل المجيد يقول لو امريكا تدخلت، لو امريكا تدخلت هسه في الحرب في فلسطين سوف نتدخل. زين حبيبي هسه هذه مو حاملة طائرات أمريكية جتي، زين هسه هذه مو أسلحة، الأسلحة وصلت وأمريكا بصفك حبيبي، أنت بالعراق أمريكا يمك قاعدة بالحسين، أنت مو تحلفون بالحسين، بالحسين أمريكا يمك، قواعد أمريكية وجيش أمريكي وخالة معباس سفيرة أمريكا يومية راجعتكم بال44 وتقول لكم طب هنا واطلع منا، وأختك على أخت المقاولة، بس ما سمعنا شيء. والبارحة في إحدى البرامج الدرنفيسية دا أتفرج واحد معمم، زين قال آني دا أنتظر الحكومة العراقية، حكومة عراقية شباب
احنا طلبنا من الابل قبل كم بث يسوينا ميزة الزيج العراقي، هل صار ابديت لو بعده؟ اللي يقول اكو زيج بالعراقي موجود بالابل حتى نشتريه يكتب رقم واحد، اذا ماكو يكتب رقم اثنين. والعباس مصيبة، والحسن العسكري اللي كان فرار مصيبة. يعني هذا يطلع معمم يقول لك ننتظر الحكومة العراقية، لا، ويطلع لك ابو مازن، هم ابو مازن مثل هذا ابو مازن مال فلسطين، يقول نبيع اهلنا ونبيع بيوتنا ونجاهد في فلسطين. زين حبيبي، مو هي هذا فلسطين حبي، ابو مازن حرامي تكريت، مو هذه. زين انت احلى شيء قداوي، قداوي حبيبي الصدر، يعني انا نصيحه اخواننا السطليين، من تسوون مؤتمر للسطل، ابن السطل ابن بابا نويل، دائما اخذوا الصوره من هنا وفوق، ترى لان صدره اكبر من اكبر صدر انا لازمه بحياتي، لا تفهموني غلط، صدر يعني صدر مال دجاج دا احكي، انتوا عرف نيتكم مو صافيه، غطوه، هذا صدره بعلي اكبر من اي صدر انا يعني على مدى تاريخ حياتي الدرنفيسيه والخبره بالصدور ما شايف صدر، الله شاهد صدره نازل، حاله حال الخارط، هم صدوراتهم نازله. فارجو من الاخوه السطليين لا تخزونه قدام الاجانب، تصوروه منا وعوفوا هذا الجو، اما تحطوا له ميز، تحطوا له برده، تحطوا له دانتيل، لان السيد بوبس سيد الصدر يعني هذا الديكور مالته زين. عيني هسه ما تغطون الصدر، لبسوه زخمه ستيان ابو العظم ابو الشسمه، سووا له شد، يعني يا اخوان سووا له شد رحمه للرضا. انا اعرف هسه اخواننا السطليين راح يسبوني وهذا، بس ما يخالف، الله شاهد على مود الصدر. لولا الصدر، شوفوا هذا الصدر اللي أمع عيون الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية، لولا الصدر كان انتصرنا. بس الصدر مسوي الإنجاز، يعني أنا شفت البيان اللي هو حكى وتكلم به، صاير عصبي ومتهستر وصدره طبعا على الميز قاعد، والله ده أقول لكم الله شاهد شايل صدر اخو كذب، يعني حتى صدر صدر يعني الله بس انتوا نياتكم مو صافيه. المهم طلع في بيان اني لو ما السيد السطل الكبير يعني بابا نويل ابوه لبسني هاي القعاده في راسي والله لا انزعها لحد ما يوصل المي الى غزه. الله شاهد، يعني اكو انجاز اكثر من هذا؟ ينزع القعادة، يعني اذا نزل هذا القعادة اذا شاله تعرفون شو اسمه اللي راح ينزل منها مليانة شو اسمه، الله شاهد كل اعمامة جواها الف شيطان، اقسم بالله كل عمامة جواها ألف شيطان. وشفتوا انتوا هاي حكم العمايم 20 سنة باسم الحسين سووا شقلبان ويا الشعب كله، باسم العباس الدرنفيس فات في كل مكان، باسم الكاظم يقول لك باب الحوائج هو ما قضى حاجته، وقال لك علي داحي باب خيبر، واليهود اليهود راحوا اشتكوا على السعودية قالوا لهم علي من عندكم، فاحنا نريد فلوس باب خيبر. السعودية ردت عليهم والله بكلام منطقي، قالوا لهم احنا شلنا شغلة، روحوا على جماعة علي. راحوا على جماعة علي، السستاني قال لهم حافظكم الرزا، انا ما عندي فلوس، انا قاعد في بيت 50 مترا. يقول لك حتى اليهود بكوا علي، هذا مو انجاز؟
لكم دول أهل العمايم حتى على الشيطان ضحكوا، على الشيطان ضحكوا. يابا الصدر أنت شنو اللي راح تسويه للقدس؟ أنت مو تقول أنا مقاولة ومماتعة بعدين احنا نجي على إيران. فقام السيد الصدر الثاني، يعني الصدر يعني أنت تفهموها، أنا دا أشر، أنا هاي مو تلميحات، أنا إيدي لا أحركها يعني مو تلميحات ولا أحياء، والله نيتكم مصافي. المهم قال باكر الجمعة نسوي صلاة للغزاويين ومظاهرة مليونية. يعني احنا ما راح نشبع مظاهرات رحمة للرضا. قداوي قداوي انت يعني انت ما شو اسمه، عندنا مثل بالعراق يقول لك اللي ما عنده شغل عملي يلعب بخ يعني فشي يعني يلعب بدعابله حتى يعني توصل الفكرة. اي والله بالعراق عندنا مثل انت تطبقه يوميا، اللي ما عنده شغل عمل يلعب بالدعابل، دعابل دعابل. بس انتوا والله نيتكم مو صافية، اشهد ما بالله انتوا نيتكم يعني. فالمهم يريد يسوي صلاة مليونية ويدعو بيها، ها يدعو بيها المناصرين للقدس. يا سوي صلاة زين، انت هذه المليونية انتم مو تصيحون قدس قدس يابا، مو هذه القدس اقسم بالله تروحون مو للقدس هيك بس على هذه. اسرائيل محضرت لكم، انا سووا طبعا اسرائيل تعرفون انا عقيد اسرائيلي، الرفيق نتنياهو قبل ما بتبدي الحرب راد من عندي ها قال لي هذا الرمح ما جدك اللي يطلع دائما ممكن ناخذ نسخة من عنده. تعرفوني أنا عقيد وهذا الأمر مالي، الرفيق نتنياهو الأمر مالي. قلت لعمي أنا والرمح في خدمة إسرائيل المحتلة، فأخذ نسخة من هذا الرمح بس سوا الرأس كبير. فأنا باعتباري عقيد وزميل ويا الرفيق نتنياهو، فقلت له شلوم رفيقي انت بس يعني اريد يعني عقلي شوي يستوعب حبيبي، سوي لايكات، اذا ما تسوون لايك هسه عزل بعلي اشيل شوالات ماتي وعلى ليقي ونطلع، سوي لايك وتكبيس وعلي وياك علي اشيل على ليقي واطلع زين. مدى تشوفون التبليغات، مدى نحشي، مدى نوصل لكم فكرة قادة العرب، يعني انتوا ليش ما تصير لكم شارة. فدي شوية ناخذ اتصالات ونريد الجهاد، ها جهاد مال حي الجهاد عندنا بالعراق اسمه حي الجهاد، روحوا هناك جهادوا. فالمهم الرفيق نتنياهو شرح لي، قلت له انت شو تريد بهذا الرمح ما تجدي؟ قال انا اعرف هذول شو اسمه راح يجون، فريد كل واحد انقعد على رمحين ما تجدك. قلت له والله هذا زين، كل زين، سويها ثلاثة من عندي لأن هم يعني عندهم مثل حركة فتح ماكو، وعمار يعني حركته عريضة وكبيرة، فواحد أو اثنين ما يكفي، سويها ثلاثة من أخوك. فقال لي خلاص حفظك الرضا نسويها ثلاثة. فأنتوا يا المقاولة والمماتعة، أنتوا أريدكم تتقربون على إسرائيل رحمة للرضا حتى نخلص منكم. تعرفون شنو كبابكم؟ راح يصير كباب تل أبيب يسموه. أنا مو دفاعا عن إسرائيل بس لكم هذه الحقيقة، أنتوا قاعد تتناطحون، أنا قايل لكم أنا أفكر بعقل مو عاطفة، أنا أرفع علم فلسطين على عيني وراسي، أطلع مظاهرة على عيني وراسي زين. أنت يمك هسه الفلسطيني محاصر ماكو مي، اسرائيل هددت مصر اذا دخلت اي مساعدة، اسرائيل هددت الاردن اذا دخلت او فتحت حدودها زين. هذا الغزاوي شلون راح ياكل؟ شلون راح يشرب؟ طبعا الطاقة الكهربائية انتهت،
مستشفيات ما بيها أدوية. فأنا قلت لكم من أول يوم صار بيها هذه الحرب بعض هذول الجماعة احنا وماكو غيرنا وهذه وحماس وما حماس. شوفوا أنا بالنسبة إلي حماس حزب اللات ميليشيات إيران في العراق الجحش المحشي أعتبرهم كلهم إرهابيين. اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بالأربعة وأربعين رجعة. هسا أريد أفتهم حماس حاكمة قطاع غزة شنو سوته؟ مليارات الدولارات راحت إلى حماس. هنية ابن الهنية اللي هو أبو حماس قصورة في مصر وفي كل الدول وأبناء يتمتعون بأرقى السيارات ويقول لك من أجل الفلسطينيين. زين حبيبي أنت هنية ابن هنية أشو ما شفناك بغزة؟ ما شفناك حتى مطي بطل مي الغزاوي. زين المسيحيين دين كتلون المسلمين دين كتلون اليهود. شوفوا انتوا حطوا ببالكم الصهيوني يختلف عن اليهودي. الصهيوني منظمة عالمية صهاينة حتى مسلمين بيها، بس اليهود دين حال حال الإسلام والمسيح. وهنا في بريطانيا البارحة طلعوا يهود يهود تعرفون شنو بهدومهم بملابسهم طالعين شايلين العلم الفلسطيني. فمو كل يهودي هو ما يكره إسرائيل. هذول اللملوم اجابوهم هم هذول هاي الصهاينة منا ومنا جابوا لهم لملوم وسووهم. بس اليهود براء منهم. يعني واحد أنا عندي أصدقاء أنا أشتغل مع كثير من اليهود بالتجارة غالبيتهم أو أجمعهم اللي أشتغل معهم يكرهون شيء اسمه إسرائيل. يقول أنا ما زور حتى إسرائيل لأن ما معترف بيها كدولة. شوفوا هذا يهودي يقول لك أنا ما معترف بإسرائيل. طيب أنت تجيني واحد مجعمر راسه مثلث على مربع يقول لك نحرق اليهود أنعل أبوك لأبو عشيرتك. حالكم حال الدواعش أنتوا جماعة هنية وجماعة منية وجماعة أنتوا حالكم حال الدواعش. الميليشيات حزب اللات كل ميليشيات القاذورات المنتشرة بالعراق المدعومة إيرانيا وكل ميليشيات اللي متواجدة بدعم إيراني هم دواعش. والدواعش تأسيس إيران والقاعدة تأسيس إيران. واللي يقول لي لا أرجع بالأربعة وأربعين إيران ذراع أمريكا في الشرق الأوسط. وهذا الكلام تعرفون اللي أنتوا مرات تضحكون وتقولون ماكو يجي حكي لأن هذول غسيل الدماغ اللي صاير عندهم جماعة إيران وجماعة ولي السفيه. إيران أم المشاكل بالعالم. إيران صار لها 40 سنة الموز لإسرائيل الموز لأمريكا. شفتوا لكم طلعوا حتى بلبولهم بالوا عليهم أبد كل شيء ماكو. تعالوا يا طليان حزب اللات هنية حماس جحش محشي روحوا روحوا انكتلوا روحوا انذبحوا طبكوا بمرض. احنا نبوق العراق نسوي اسلحتنا ونطور اسلحتنا. زين سألوا شوف انا راح اراويكم فيديو هل ابن الساقطة علي خامنئي قبل ما أذكر هذه حتى أراويكم التعاون الأمريكي الإيراني كيف واحد يغطي على الثاني. صحيفة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز أعظم وأكبر الصحف الأمريكية في مقالتها البارحة تبرئ إيران. اسمع هذه نظف إذنك. تبرئ إيران
اي طبعا البث يقطعوا لي انا ما يريدون ذولا السرسريه الناس تسمع ايش دا احكي. هذه الصحف الامريكيه تبرئ ايران من اي تدخل في هذه العمليه اللي حصلت في غزه. يعني انتم بربكم اكثر من هذا الفضيحه. شفتوا امريكا شلون تقول المخابرات الامريكيه بعد التحري اتضح عندها بانه ايران لم تتدخل في عمليه القدس ولم تعرف شيء عنها. يعني أنا هسه إذا أرجع بايدن بال44 هو والصحف مات أحد يلومني؟ يعني حماس من مدعومة من خالة بايدن الشجرة لو من غير مكان، لولا إيران ماكو شيء اسمه حماس. هنية مو راح إلى قبر الخميني الساقط ابن الساقط ويقول اسمعوا آخر فسوى له. هنية يقول هذا سلحفاتي شهيد القدس، يعني كباب المطار يسميه شهيد القدس أكثر من هيك لواقة. يا هنية يا ابن الهنية، يا خايس يا ابن الخايس، تقول قاسم سلحفاتي شهيد القدس؟ هنية بعلي أقعدك على رمح جدي، بعلي تعرف شنو؟ أقعدك على رمح جدي وتعرف. ابن سير النعل يقول لي شهيد القدس. ويقولون إيران ما تتدخل في كذا. زين هذا علي خامنئي السلام على أحرار اسمع العربي يحكي عربي يحكي عربي خاصة الشباب منهم عربي اسمع والسلام على الشعب الفلسطيني ايه؟ المقاوم لا تسمع وعلى المقدسيين اه؟ المرابطين في المسجد الأقصى اي نعم السلام على شهداء المقاومة لا لا لا. وعلى رعيل المجاهدين أبد ما متدخل الله شاهد ضحوا بحياتهم على هذا الطريق اي نعم تحركوا بسم الله إلى الأمام ايه؟ واعلموا أنه ايه؟ ولينصرن الله من ينصره ايه حبيبي احمد سمعتوا ابد الله شاهد ما متدخل. زين سألت واحد من دولة انت يعني واحد قريب علي هذا علي خامنئي قلت له ليش ما يعطي فسوة ويحرك جيش القدس؟ يقول والله علي خامنئي عنده مغارة والله العظيم روحوا للجوجل قلقلوا وشوفوا اكتبوا مغارة علي خامنئي اللي يلتقي بيها المهدي صاحب العصير والرمان. يقول أنا لم أعلن الجهاد لحد ظهور صاحب العصير والرمان، يعني موت يا حمار. بس مو مشكلة عنده ميليشياته وقاذوراته والدنابق مالته ما عندهم أي مشكلة، بس مال يروح ويدس وجيش القدس. زين إذا أنت منتظر صاحب العصير والرمان ليش مسوي جيش القدس؟ اسمعوا من أقول لكم شلون متعاونين دولة ولد السرسرية. هذا حمير القريشي ياسر الخبيث اسمع هذا اسمع شاع عقوبة إلك اسمع اسمع لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل اسكت ها سمعت اسكت اسمع اسكت لحظة صمت مو قلت لك لحظة صمت لحظة خلاص انشيب يقول له لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل هذا جماعة فلسطين واحنا قضيتنا وكل واحد حاط له قعاده فوق راسه ويصيحون شو اسمه وصلنا عاجل الان من الحجي الجامعه العربيه تهدد بتشغيل اغنيه الحلم العربي بصوت عالي خلص خلص
ما طول الجامعة العربية راح تشغل الحلم العربي بصوت عالي خلص إسرائيل سقطت. رحم الله والدك حجي، ما قصرت، إسرائيل انتهت. بالمناسبة حجي، أخوي الغالي حجي، نتنياهو بن عمي رفيقي في الدرب يسألني يقول المجندات وين صارن؟ رحمة للرضا، المجندات رجعن حجي. أنا قلت له حجي هما في أيادي أمينة بيد الحجي ودي يصلن هسه فرض بفرضه. قال يعني صاروا شو اسمه، فقام يلطم هسه دي يخوط هريسة يم حائط المبكى. الرفيق نتنياهو دي يخوط هريسة، الله شاهد على مود ايه. فالمهم هذول اللي قاعد يتاجرون بفلسطين والأمة العربية واللي ما سامع يعني فتشي يعني هسه يعني أريد أسمع اللي ما سمع. الرفيق أبو مازن فرع فلسطين، مو أبو مازن فرع تكريت اللي احنا عندنا، مو كل أبو مازن هم هذول، هاي شغلتهم. أبو مازن فارس العنزي ربي يحفظك يبارك بعمرك. المهم اسمعوا أبو مازن فرع فلسطين لما راح يستجدي أو للقضية الفلسطينية، اللي ما سمع خلي يسمع. هذه في جلسة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الله شاهد فتح. فاسمعوا أبو مازن شي يقول. حبيبي سعر حبيبتي ألف هل اسمع مئويه للحزب الشيوعي هلا بتنظر هلا يلا بعد على اوف دروشيا على على اوف امريكا بعد على اوف كل العرب يلا ها مالك يا زلمه عم في ديكو مالك يا زلمه ما في مصاري ما اعطونا مصاري على اخت اسرائيل على اخت اختهم كلهم. هذا قائد عربي يتكلم بهذه الطريقه. لعد اذا قائد عربي مثل هذا ها يتكلم بهذه الطريقة، إيش خليته الولد محازم من يقول له أخت الصين على أخت أمريكا على أخت روسيا على أخت العرب؟ شا أنت مين هو؟ ها الله شاهد أنت شاهد. هذا القائد الرمز محمود عباس أبو مازن يعني هو من يطير من مطار تل أبيب، يعني رئيس يعني فلسطين يطير من تل أبيب. وعلي دولنا خربانة، ما تشوفوهم بالشعارات وأعلام ونندد ونمدد، وراح تشوفون خلال هالأسبوعين الجاية شلون راح تلطمون على راسكم، وشون أهلنا في فلسطين راح ينمسحون. بعدها أريد أشوف بطولاتكم. شوفوا يعني بس قالوا ممنوع تشيل العلم الفلسطيني كلها ضمت راسها، ها إقامتي تنسحب، جنسيتي تنسحب، وين بطولاتكم؟ بس لطيف يحكي، من يحكي رأسن طلعوا عميل وطلعوا صهيوني وأنت مو رحت شو اسمه لإسرائيل؟ إيه رحت لإسرائيل، هو كل من زار إسرائيل يعني صار منهم وصار عميل منهم، على الأقل أنا زرتها علني. بس تعال جيب أهل العمايم اللي شفتهم هناك، جيب أهل القاطات والشراويل اللي شفتهم هناك، ها؟ وألف رحمة على روحك صدام حسين اللي ما شفت اللي دا يصير هسه، ألف رحمة على روحك. قتلوه لأن كان هو دائما يصيح قضية فلسطينية، ومعمر القذافي قتلوه لأن كان يصيح قضية فلسطينية، وهسه يطلعوا لي الدنبكشية ولد الزائرات وجماعة فلان وعلان يقول لك صدام دكتاتور وصدام كذا، بس على الأقل كان عنده شيء اسمه قومي، عنده شيء مخافة الله،
اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بال44. سبوا أهله، سبوا عشيرته، فلسين أنا ما أشتريهم، بس اللي جيب طاري صدام حسين قدامي الله يرحمه بال44 وقاعد على الرمح مال جدي. بعد قضية فلسطين، هذه راح تكون آخر معركة لنهاية ما تبقى من الحلم الفلسطيني. تذكروا كلامي هذا، قولوا عني أنت صهيوني وأنت إسرائيلي وأنت كذا، العواطف اللي أنتوا تعيشون بيها بدون عقل هي اللي وصلت هذه الأمة اللي أنتوا تسموها أمة المليار، اللي دولة مثل إسرائيل هل قدوتها وكلتكم خيار من ذاك اليوم لليوم. اللي ما يفكر بعقل ويقول شعبي وبلدي، هذا مو بلد، هذا مو قائد، هذا يعتبون ها القائد راح يطبعه مع إسرائيل هو مو قصة يطبع ولا ما يطبع. القائد والسياسي مو يقول لك السياسة فن الممكن، اللي يريد يحافظ على بلده وما يبيع عنتريات يعرف شلون يجي ويعمل حتى مع العدو. تعال 1 2 3 يتفقون انتهى الأمر، بس أني أجي أشوف لي واحد عمارة 1000 طابق وأني جوا هيج وأضرب رأسي بالحائط أريد أوقع العمارة أم 1000 طابق. إسرائيل وراها أوروبا، أمريكا، الغرب والإعلام بيدهم. يا أخوان افتهموا، يا أخوان افتهموا، هذا العقل اللي براسكم فكروا به. حتى الدول اللي طبعت مع إسرائيل أنا أقول لهم والله تعرفون شنو خير ما عملتوا. ليش؟ لأن راح تحافظون على شعوبكم، راح تشوفون عدوكم يمكم على الأقل تشوفوا، بس عدوك إذا كان بالخلف ما تعرف شي يريد. أنتوا عرفتوا شلون اللعبة دا تصير، أنتوا عرفتوا اللي دا يصير. جماعة العاطفة وجماعة إخوان العاطفة كنا مع الفلسطينيين، كنا مع القدس، كنا قلبا وقالبا، والله يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم، بس البلاد ما تنبني بالحروب، البلاد ما تنبني ب1000 2000 صاروخ وبعدين تنتهي الصواريخ وهذول يجون يبيدون هذا الشعب كله بدون رحمة، لأن العالم وياهم يا حقوق إنسان يا بطيخ. هذا العراق قدامكم، 2 مليون شخص قتلوا من 2003 لليوم، أين حقوق الإنسان؟ أين أمم المتحدة؟ لا حس ولا نفس، بالعكس اعترفوا بيها كدولة واعترفوا بيها فيها ديمقراطية، وقاموا يسفرون العراقيين من الدول الغربية إلى العراق ويعتبروا آمن، والسفارات العراق موجودة. وهذه العقلية اللي تشتغل بالغرب، ترى شوفوا أنا صار لي 32 سنة في الغرب وبالتحديد بالإعلام الغربي، عملت مع كل الأجهزة الإعلامية ودخلت بيهم والتقيت بأشكال ألوان حتى مخابراتيا، عرفت هذول شلون يفكرون، ولهذا نجحت بحياتي. لو ما أخذتني العاطفة مثل ما أول ما طلعت من العراق وأكلت البوري من شن الثوري وكذا، زين أكلت بوري ها كبرى 10 أشهر ونص، أكلت تعذيب، لو بلال الحبشي ماكل هذا التعذيب كان راح طلب لجوء بالسويد وانقلب بوذي، زين لأن كنت أنا هم مثلكم ثوري وكذا وعلى الكلاوات وطاح حظي. المهم هسه أنا أفكر بعقل، أنا أفكر شلون
أتحالف مع صديق، مع عدو، مع أي شيء حتى أعرف بيش يفكرون. زين، أني قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، وعندي كثير أصدقاء وكثير يدزوا لي رسائل وابعث لهم رسائل وما عندي مشكلة. واحد مثل الخايس ابن الخايس نزار اللي سب أهلنا الفلسطينيين ليل نهار ويسب الأردنيين ويسب الخليجيين ويسب ويسب ويسب. زين، جماعة المماتعة والمقاولة اللي موجودين، خلي بس ناخذ هذا الاتصال. خلي ألو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مكتب لطيف يحيى. ايه اخوي، انت على البث المباشر. هلا، على البث المباشر، تفضل. ليش سكرت؟ ما احنا على البث المباشر. المهم، على راحتك. يلا، المهم، فيا اخوان، العاطفة، احنا كنا نتعاطف ويا اي شعب. شوف، المدنيين في كل حروب العالم ابرياء، ان كان من اسرائيل، من فلسطين، من العراق، من 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 المدني ما لك حق تأذيه على مدينة او مذهبة او قوميته. زين، جماعة المقاولة والمماتعة اللي يقولون احنا رايحين نحرر فلسطين، زين، الفلسطينيين هن اللي كانوا عايشين بالعراق، مو بهذا مقتدى السطل ابن السطل، مو راح قضى عليهم كلهم اللي كانوا عايشين بالبلديات، وهذه مو قتل الشيخ مالتهم، مو 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 سحلهم بالشوارع، لو أنا غلطان. فيا أخوان، أنا أعرف كثير راح يزعلون، راح يقول لك أنا أطلع من القناة. أطلع، أنا هذه القناة ما بيها خط أحمر، هذه القناة ما بيها تاج راس، هذه القناة للعقلاء فقط. إذا عجبك تكون مع العقلاء أو تنحسب عليهم، أهلا وسهلا. ما يعجبك تصير ويا العقلاء ويبقى أنت الحماس الدرنفيس اللي بداخلك ماخذك، وبعدين تلطم على راسك، فأبقى في عقلك. آسف على الإطالة، ربي يحفظكم، يبارك بأعماركم. لا تنسون اللايك، تعليق، شير، لأن قناتنا قاعد توصل إلى مرحلة من التبليغات ما صار في تاريخ هذا القناة بالعباس أبو فاضل. إذا اللي ما يسوي لايك أدي عليه يم أم مظفر، وتتعرفوه تشور. تحياتي لكم وإلى عوائلكم الكريمة، والله يرحم شهداء غزة وجرحاها والشفاء العاجل إلهم والعوائلهم. واللهم انتقم من كل من كان سبب في هذا الحرب أو قتل أي بريء إن كان من أي طرف بدون استثناء. تصبحون على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.